بك يا عمر، اهلا بيك في البيت الكبير. اهلا كابتن هاني رمزي، منور. يعني حضرتك منور الدنيا. ربنا يخليك يا عمر. يعني احنا دايما بنتكلم بره الصندوق، ودايما يعني فقرتنا بتبقى مميزة جدا لما بنتكلم خارج الصندوق شوية، خارج احداث اللي بيحصل هنا في مصر والاجواء، ويعني الحمد لله الفرحة والبطولات كانت مستمرة ايام كتيرة. لكن عايز اخدك وارجع بيك وارجع للناس لتأثير فيروس كورونا. فيروس كورونا تأثيره ايه، وهل هذا التأثير ممتد دلوقتي؟ يعني تأثيره ايه على الكرة الأوروبية بشكل خاص، وهل التأثير دوت خلاص انتهى بعودة الدوريات الأوروبية ولا لا؟ يعني هو خلينا نبتدي اولا بنبارك النادي الاهلي الثلاثيه، يعني كل اسبوع كده بنيجي نلاقي بطوله جديده ما شاء الله. يعني وشك حلو. طبعا، فيعني مبروك للنادي الاهلي، مجلس ادارته، جمهوره، كل الناس بتحب النادي الاهلي، وبالتوفيق ان شاء الله في الخطوات اللي جايه. دايما الاهلي بيرمي ورا ظهره، يحقق بطوله يرميها ورا ظهره، يفكر في اللي جاي، في سيزون جديد جاي، تحديات جديده وطموحات جديده، فان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي. ده اولا. ثانيا، الموضوع